بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعين قناة عرب كينو لينكس، معكم عبد المجيب. اليوم راح أتكلم شرح عن برنامج اسمه ميرو. البرنامج هذا برنامج مشغل وسائط كبير مرة، ما بين تحويل الوسائط إلى تشغيل الفيديو، إلى تشغيل الموسيقى، يدعم صيغات كثيرة. ناهيك عن البودكاست الموجودة بالبرنامج هذا، إذا أنت من مشجعي البودكاست يدعم البودكاست راح نشوفه الحين. طبعا البرنامج مميزات البرنامج الثاني انه المهم طبعا اوبن سورس البرنامج هذا، يعني انك فاهم انت قصدي. ايضا البرنامج يدعم ميزه المزامنه، اوكي، ما بين البرامج وبين الاجهزه. انه حتى جوالي صامت علشان ما يسوي لي قلق بعد شوي بالازعاج. طيب البرنامج هذا طبعا يتميز ايضا بشغله ثانيه مهمه جدا جدا بالنسبه لي انا، اوكي، وهي انه كل اللي يحتاجه من ناحيه تشغيل الملتي ميديا موجود، ما بين تجميع الملتي ميديا الى المواقع الى يعني اقول لكم شيء. خلونا نشوف البرنامج. اول شيء خلينا ندخل الموقع الرئيسي حق البرنامج نشوف البرنامج، اوكي. هذا الموقع الرئيسي حق البرنامج اسمه جيت ميرو، اوكي. طبعا لا تخاف، موجود باغلب التوزيعات والمستودعات، تمام، لذلك لا تخاف. ولكن اذا حاب تنزله ممكن تحط على داونلود ميرو من هنا، ثم راح تجيك اللي هي نسخه الابونتو، تمام. طبعا نسخه الابونتو زي ما انتم شايفين انه تقريبا قديمة، تمام، ولكن موجود النسخة هذه على نفس الأبونتو باكجز الموقع حقهم، أو ممكن تنزلوا على عن طريق سودو أب كيت انستول ميرو إذا ما لقيتوا. عموما تقدر تتواصل معنا على القناة ونتبط لك البرنامج هذا. البرنامج طبعا حصلته موجود بالآرتش لينكس، تمام، بالمستودعات الرئيسية، لذلك ما تعبت بتحميل البرنامج. هذا هو البرنامج، أوكي. طبعا زي ما أنتم شايفين هذا يعطيك اللي هي مقدمة عن البرنامج. طبعا زي ما أنتم شايفين هنا فيه شريط، هنا ممكن تشوف الاشياء اللي صايره مؤخرا، تمام، احداث، اخبار، ملتي ميديا بشكل عام، تمام. الفيديوز هذه هي عباره عن تجميع للفيديوهات الخاصه عندك على الكمبيوتر، تمام. وهنا عباره عن تجميع للملفات الوسائط الصوتيه سواء كانت موسيقى او غير موسيقى موجوده بالمجلد هذا. هنا ممكن تبحث، هنا في كونكت، تمام. لاحظ الكونكت هذا انه يدعم التوصيل طبعا ما بين الاندرويد وايضا ما بين الايبود، تمام، ايبود، تمام. فممكن انك من هنا تزبط الموضوع وزبط امورك، ولكن ما جربتها بصراحه الخاصيه هذه. ما يهم، ممكن تسوي مزامن عن طريق اشياء ثانيه. في عندك سورسز، هذه منطقه جميله جدا، وهي انك تقدر تضيف عن طريق السورسز هنا مواقع حاب تتابع الفيديوهات عن طريقها. فمثلا ممكن تشغل يوتيوب من هنا، ولكن يبدو انه يتطلب فلاش وانا ما احب فلاش. هذا شو امسك شاهي كبر الكاس، صح. طيب زي ما انتم شايفين هذا اليوتيوب، تمام. طبعا يوتيوب السعوديه، ف ما ادري صراحه في عندكم اشياء كثير هنا صايره بالسعوديه، انا ما ادري شو موضوع امهم ولا ادري ليش ينزلون فيديوهات. اوكي، في عندك تروح لموقع انترنت ارشيف، ممكن تروح لهولو. طبعا هولو هذا الموقع احبه صراحه، ولكن زي ما قلت لكم يتطلب فلاش احيانا، فما ادري بصراحه. عموما هذا موقع هولو زي ما انتم شايفين. ممكن لو شغلت اي شيء من الوسائط هذه ممكن الفيديو هذا ينحجب، لذلك ما اقدر اوصل أشغل وسائط علشان موضوع القيود على الوسائط، تمام. بيجولك برمجيات حرة بلاش. عموما زي ما انتم شايفين هذا هي السورسز. في عندك ايضا هنا ستورز، تمام، وهي عبارة عن مخازن او مستودعات، تمام. بصراحة ما استخدم ولا واحد من ستورز هذه، او اعتقد بالعالم العربي كله ما يستخدمونه، تحمل بس وامشي يا مدير. ولكن ممكن تكون انت تستخدم واحد من ستورز هذه، تمام. غالبا السورز ما يستغل هذول اللي بامريكا وبعض الدول الثانية، لكن ما ادري بصراحة. هذه الستورز حقت الموسيقى، فممكن من هنا تقدر تبحث. في عندك هذا الموضوع البودكاست، وهو الشيء اللي انبسط عليه صراحه كثير، ما اشتركت بحاجات كثيره. عندي ذا امريكان لايف وطبعا مشهور جدا. في عندك لايف هاكر للمهتمين بالبرمجيات او برامج بشكل عام، ما يتكلم عن الهاكرز فقط ترى، اوكي. فعندكم من هنا تروح من لايف هاكر مثلا، تشوف عندك والله المواضيع او الاشياء الجديده اللي نازله، فممكن تشغل تو دول، تمام، وبعدها يبدأ يحمل، وبعدين بالنهاية تقدر تسمع المقطع هذا، تمام. المميز بالموضوع أيضا أنك تقدر تشترك بأي شيء من الوسائط اللي أنت حاب أنك تشغله، عفوا أي شيء من البودكاست اللي تبي ممكن تضيفه بسهولة، تمام. ناهيك عن البرنامج نفسه، يشغل امتدادات متعددة جدا، ويدعم حاجة مهمة وهي التحويل. فأنت ممكن تروح الكونفيرت من هنا وتحول المقطع اللي يشتغل حاليا إلى أحد الصيغ هذه، تمام. طبعا مليان صيغ لدرجه ان الشاشه تحت الشاشه نازل، تمام. فطبعا في اخر الشاشه تحت في كيندل فاير، في عندك ام بي 3، في عندك ام بي 4، او جي جي، وفي عندك اوكي تقريبا هذا اللي موجود، بي اس بي اخر شيء، بي اس بي. طيب نشرب شاي شوي عشان ندخل على موضوع الخصائص. بالبرنامج بصراحه في اشياء هنا كثيره، لكن اللي يهمني بصراحه ندخل على موضوع البريفرنسز من هنا. اذا كنت تهتم بالموضوع هذا،
تمام. عن شخصيا أنا اول شيء اناظر لازم هذا الخصائص تمام. في عندك اوتوماتيكلي ران مير وين لوج ان اذا حضرت علينا من صح لا يشتغل تلقائيا اذا سجل دخول. هذه ميزه حلوه للي حاب دائم يكون متواصل. في بعض الناس يحب دائم يسمع البودكاست، يعني البودكاست كان رادو لكن ميزه انه متنقل معك تمام. اوكي مو بلازم هذا تمام، بس يقول لك تذكر مكان النافذه. في عندك هنا اللغه اذا ما ادري اذا في لغه عربيه ولا لا. الحين كل اللغات هذه ما في عربي. طيب اي كاني لمحت اوكي في عربي تمام، فانت ممكن تختار اللغه العربيه من هنا تمام. في عندك هنا بعض الخصائص ممكن تقلب عربي وخلاص تقدر تفهم، ولكن يهمك تقدر تضيف من هنا ستورز، وتقدر من هنا تضيف اكستنشنز للبرنامج اذا حاب اضيف اكستنشنز اللي هي اضافات تمام. جربت البرنامج وجهت مشكله في تشغيل الصوت تمام، انه الصوت صار مش في اشكاليه انه ما يطلع الصوت من المقاطع الصوتيه، ولكن عرفت انه المشكله بالصيغه اللي قاعد استخدمها ان فيها مشكله بالترميز. انا ما نزلت ترميز بعض الترميزات الصوتيه الغير حره تمام. طبعا الى هنا انتهى درس اليوم، نشوفكم ان شاء الله في برنامج القادم. اذا عجبكم هذا البرنامج حملوا استفيدوا من هذا البرنامج. اذا واجهتم مشاكل بالتحميل ادخلوا على منتدى الدعم الفني اللي موجود الرابط حقه تحت، ولا تسال في الفيديو نفسه اذا واجهت مشكله في شيء ما له علاقه بالفيديو هذا. يلا نشوفكم ان شاء الله الدرس الجاي، مع السلامه.